أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده أم أنها كانت رؤية منامية؟ وهل يبدل؟ يقول أحسن الله إليكم: هل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده أم أنها كانت رؤية منامية؟ وهل يبدع من قال بأنها رؤية منامية؟ ما يبدع، فقط يكذب، يعني كذب اللي يقول رؤية إنها الإسراء الأسرى بروحه فقط دون جسده، هذا يكذب، يعني يكذب القرآن ويكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإسراء والمعراج ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، وهو يقظة لا مناما. ولهذا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده. والعبد لا يكون للروح فقط، إنما يكون للروح والجسد. ولو كان الإسراء والمعراج رؤيا ما استغربت قريش هذا، لأن الرؤيا كل يراها. استغربوا إنه ذهب إلى بيت المقدس وهم يأخذون شهر بالطريق، وراح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء إلى مكة في ليلة واحدة. هذا الذي استغربوه، هذا الذي استغربوه. ولو كان رؤيا ما استغربوا هذا، لأن الرؤيا معروف. نعم.